السلام عليكم مدام نجوى. وعليكم السلام. ازيك يا اهلا فندم؟ ازيك بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا مدام الحمد نجوى. لله. ايه الاخبار؟ لو سمحت يا دكتور. الحمد لله تمام. اتفضل. انا عندي اخويا عنده تقريبا 17 سنه. ايوه. بدانا نلاحظ في الفتره يعني من سنه كده ان هو السلوك بتاعه بدا يتغير، ان هو بدا يعرف بنات والموضوع معاه بيتطور يعني لحاجات محرمه يعني وكده، وبدا بقى لقيناه بيهدد البنات بالصور مثلا اللي معاه، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبدا يعني وبدا يضرب مامتي وبيضربنا احنا وكده، مع ان احنا اصلا من البيئه بتاعتنا مش كده يعني. انا بابايا دكتور جامعه يعني، وهو احنا دخلناه طب بس طب خاص، لقيناه برضو يعني في الترم الاولاني تقريبا كل المواد ما نجحش فيها. دخل فين يا استاذة نجوى؟ دخل فين؟ طب كلية طب خاص. اوكي. فاحنا مش عارفين احنا نتعامل معاه ازاي يعني، مش عارفين هل احنا يعني نوديه مثلا لدكتور مثلا نفسي يتعامل معاه، ولا يعني يحاول يظبط السلوك بتاعه، ولا يعني يبقى طب انا عايز الحاجات اسالك مش حاجه يعني. نجوى، الجروب اللي حوالين اخوكي برضو يعني نوعيه كده زيه؟ الايه يعني هو ليه اصدقاء، ليه اصدقاء ولا مالوش؟ هو ليه صحاب، بس هو ما يعني اصحابه مش ثابتين يعني، بيتصاحب على ناس كتير يعني، يسيب شويه يصاحب واحد ويسيبه ويروح لواحد تاني وكده طب يعني. نجوى بس يعني برضو عايز اسالك، باباك ومعاملته، هو استاذ جامعه بس قصدي، هل كان في عنف معاه بالذات مع لا اخوكي ده خالص خالص؟ خالص، هو ده يعني ده بابا بيتعامل معايا حتى لما كان بيعرف ان في مشاكل حصلت وكده منه، كان بيحاول اسلوبه يبقى معايا كويس جدا يعني لابعد حد يعني، لدرجه ان احنا خفنا من الاسلوب الكويس اللي هو ما بيشدش عليه وكده هو اللي يكون سبب اللي هو عمل كده يعني. يعني انا بابايا كويس جدا، كويس جدا يعني لابعد درجه يعني، بيتعامل معاه كويس جدا يعني، اللي هو بقى يعني باسلوب كويس جدا يعني، ما بيحاولش يعني يستخدم العنف ولا يستخدم اي حاجه معايا يعني. تمام يا استاذه نجوى، تمام. بص يا نجوى، هو يعني المشكله اللي بتتكلمي فيها مشكلتها انه بالذات، يعني مش هقول الجامعات الخاصه جامعات كويسه جدا، لكن الولد الطيب برضو عشان هو نبت طيب، طالع من اسره طيبه، يعني واضح كده التربيه والمستوى والكلام ده. انما خدي بالك، الخروج من الثانوي ومرحله المدارس الى الدخول في الجامعه باستقلاليتها بمجتمعها، بعض الابناء بتبقى بالنسبه لهم الموضوع صادم، وبيحصل له زي ما كنت لسه بتكلم دلوقتي حاجه زي الحيره او البرجله شويه، وبينعكس ده في تصرفات مؤقته. يعني انت بتتكلم 17 سنه، بدايه المراهقه، بدايه، انا دايما اقول ايه، حاجه بسميها علامه المرسيدس. ايه علامه المرسيدس دي؟ انك انت بتوصل عند سن معين، ثلاث حاجات زي علامه المرسيدس، ثلاث حاجات. الاولى انت ولد مش بنت، الولد مشاكله في المرحله مشاكله يعني شويه اعنف من البنت، مش سلس، الصنف الصبياني ده شويه اخشن، بيسموه الجنس الخشن، مشاكله يمكن البنت بخشونتها بس تقدري تسيطري عليها شويه. العلامه الثانيه علامه المراهقه، انك دخلت في سن المراهقه، وده سن صعب جدا بالنسبه للاولاد، بيبقى فظيع جدا. الليمب الثالثه او العلامه الثالثه او الطرف الثالث هو بعض انماط الشخصيه الخاصه في بعض الاولاد المراهقين دول، بيبقوا اندفاعيين، بيبقوا مش عدوانيين، ولكن سلوكهم عايز شيء من الضبط. ففعلا زي ما انت بتقولي، قد يحتاج الامر على ما اعتقد للعرض على حد مننا من السلوكيين، على الاقل مش هقول الطب النفسي، السلوكي، الطب السلوكي، على اساس نفهم القصص دي يعني ايه سببها. طبعا بلا شك جه في وشه برضه فيروسز، يعني البنات اللي بتتكلمي عليهم دول يا نجوى برضه، ما هو مش ماشي يكلم نفسه، هي البنات دي ادته الجرين لايت، ادته الضوء الاخضر ليمارس هذه الـ ربنا يسامحه يا ربي ويعديه بس من هذه الاشياء، ما يلتقطش شيء سيء. انما هو انا عايز اقول بقى اللي انت سؤالك، دور الاخت هنا، انت بنت وفي بنات، يعني الصداقه، يعني انت مش هتقدري تسيطري عليه لو انتقدتيه، لو لان عشان يهرب لبنت تانية غير اخواته ويمارس ويعمل، يمكن هي بتحتويه بطريقه معينه، بتسمع اسرار، لا ده انا اخواتي البنات عندي تلات اخوات بنات ما بيسمعونيش ولا، وابويا مش عارف ايه امي. فانا نفسي الصداقه اللي هي قلنا لعبه سبعا وقدمه سبعا وصاحبه سبعا، الصداقه تبدا تبان في المعامله عشان تقدري تدخلي مخه، مش هتقدري تسيطري عليه غير من خلال مخه، مش هتربطيه بحبل ولا ابوه هيقدر عليه.
فلازم ايه الحته ودي عايزه تفاهم وتاخديه بالراحه وتسمعي وتقولي يا بنت ظريفه اللي انت بتتكلم عليها، تاخدي تشتري تسمعي 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 لحد ما ياخد الثقه، وبعدين ساعتها يقدر يسمع منك ويقدر ياخد منك الدرايف.